اعتقد الشحن اللاعبين النادي العربي قبل المباريات مشحونين، نزلوا الملعب مشحونين، مبين على ادائهم من الدخول بقوه، والاصابات اللي حصلت عندنا اكثر من لاعب حصلت عنده اصابه من هذا الدخول القوي. دائما الفريق العربي يملك عناصر جيده، ولكن الاداره النادي العربي شحنت الفريق لدرجه انه فكروا اي لعبه او اي فاول حكم فيها. انا اشوف الحكم ادى مباريات، واذا في اخطاء هي اخطاء تحكيميه عاديه ما لا تحسب، ولكن هي اداره فريق للمباريات كان ينقصها النادي العربي اداره فريق للمباريات. اليوم نادي القادسية طبعا في هذا الشحن اللي كان فيه نادي العربي كان اللاعبين يحاولون يحافظون على نفسهم، مثل عارف ان يوم الاحد عندنا مباريات مهمه، نهائي ثاني في عمان، واعتقد ان كانوا خايفين على نفسهم اللاعبين، بس قدروا ان يتعاملون مع هذه الظاهره في الملعب، وبالشوط الثاني قدروا ان يسيطرون على المباريات ويحطوا الهدفين الحمد لله وفوز.